تعي نامي عندي اليوم، تركيهم خليهم ياخذوا راحتهم. شو عليه؟ مثل ما بدك. هيك احسن مو؟ تصبحوا على خير. وانت بخير يا ابني. شبو؟ لا تنقصوا عيشتكن بشغلات فاضية وسخيفة. بتصدقي انه كل الناس تتمنى تعيش هالحب اللي انتو عايشينه مع بعض؟ ميرنا، هيك حب طاهر لازم ما تخسروا، ولازم تحافظوا عليه قد ما فيكم. قالوا نعم عمري. أنا كتير بحبك خليل، وبثق فيك، وكنت مصدقتك وبصدقك على طول. مشاني لا تبكي. أنا كتير آسفة، صدقني ما كنت حابة يصير هيك. ولا أنا، مصدقك. إحنا لما منكون هيك ما بيضل عندي أي رغبة إني أعيش. ميرنا أنا عايش كرمالك وبس. يا عمري لا تزعل، صدقني مو بقصدي. كيف بدي ازعل اذا ما عم بقدر بعيد عنك؟ من هلا اشتقت لك. ايه قوم رجع لعنا، اصلا كلهم سالوا عنك. تاخر الوقت، بكره منلتقي. ماشي ميرنا، بكره منروح ومنساوي المعامله. ماشي حياتي. بحبك كتير. وانا كمان بحبك كتير. ميرنا عم تحكي على التليفون، ما حبيت ازعجها. اها ايه، فكرت حالي نسياني الضو شاعل. عادي عادي، تصبحي على خير. تعالي. مش الحال؟ صالحنا. هالميرنا كتير عم تعطيها وش لهالبنت، مشان شو؟ إذا ضليتي عم تعمليها بهالطريقة رح تخلي الولد يعلق فيها أكتر. لا تقولي إني ما قلت لك. يلا نامي. ايه روح. انت جبت ليلى لهون وهديك رح تاكل راسي من النق. ليش، شو مشكلتها؟ انسى، تصبح على خير. Hast du Geld? Von dir will ich nichts. Weil du mich für Blut verkaufen konntest. Mach es nicht noch schlimmer. Setz dich hin. Wohin gehst du so spät in der Nacht? Lass mich in Ruhe. Lass uns morgen reden, Helga. يعني ليش لا تكذبي؟ أنا كنت بحبك. تفضل. لا تواخذيني، مستعجلين شوي، ما رح اقدر فوت. هيك بسرعة؟ مو مشكلة، مع السلامة يا ابني، مع السلامة. الله يسلمك. صباح الخير. يا صباح الورد والفل والياسمين، يا أحلى صباح. Thank you.
يسلموا ايديك. خليني انا اسفه مشان امبارح. خلاص امبارح راح، وهلا نحن بيوم جديد، وهلا رح نروح ونبلش باجراءات الطلاق ونخلص. شفت عمال اجوا على بيتك؟ ايه البيت عم يتجهز، كل شيء كتير حلو، كل شيء، وانت كتير حلوه. تعرف الصبح من اي ساعه عم جهز حالي؟ كان قلبي عم يدق وكانه رح نلتقي اول مره اليوم. بدي نضل هيك، خلينا نحافظ على الحب دائما هيك. انا عايش على امل، كل يوم الصبح فيه وتصبح فيك يا عمري. خليل يا ريت نضل كل العمر هيك. بوعدك رح نضل هيك، بس في فرق صغير، حتكوني جنبي. لهلأ ما قدرنا نوصل لشي لأنه اللي مسكناهن ما اعترفوا على حدا. طبيعي، أكيد هن مزبطين حالهم لكل شي، حتى الأبرن فاضيينه كمان. يعني هلأ رح ينفذوا بعملتهم؟ ما رح نقدر نتهمهم غير بجريمة خطف، ما في شي تاني بإيدنا لأنه ما لقينا أي دليل بالبيت. طيب شو صار بالأسلحة؟ قصدي يلي بصماتنا أنا ومصطفى عليهم. الأسلحة اللي لقيناها ما عليها بصمات. أكيد سميح مخليهم ضمانة. حتى نقدر نعرف مين الشخص اللي اسمه سميح لازمنا معلومات دقيقة أكتر من هيك. ما عندي أي فكرة، وما له ولا صورة هون. ليلى، أنت شفتي حدا عند عصمة تنطبق عليه المواصفات اللي عم بيقولها زاهر؟ لا ما شفت حدا، ما خلوني شوف حدا بالمرة غير الحرس. أصلاً سميح ما بيهمني، اللي بيهمني أكتر هو مصطفى. طالما هو فلتان حياة إخواتي كلها بخطر. عم ندور عليه، رح نقدر نلاقيه بأسرع وقت إن شاء الله. إذا ما في شي تاني بعد إذنك بنروح. إذا عرفتوا شي أو شكيتوا بشي خبروني فورا. طبعا أكيد أكيد من خبرك. يلا زاهر. الله يعطيك العافية. شكرا. أنا رح روح على بيتي يوسف. قلت لك هيك ما بصير، رح تكوني بخطر. طب لكن خلينا نمر، في كم غرض بدي أخدهم. عم قل لك ما بصير. إيه بس أنا محتاجة شوية غراض. خلاص قولي لي شو هني وانا بخلي اسيل تعطيني اياهم وبجيبهم. ايه هيك احسن بكتير. ايه ماشي، خد المفتاح واعطيه لاسيل. ماشي، انا هلا رايح لعندها بجيبهم وبجي. يلا تحرك لك، يلا مشي خلصني. يلا نمشي. شو في شي بضحك؟